بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، أهلا أخوتي، مرحبا بكم في قناتكم، قناة يوميات بسمة وأمها. إن شاء الله كيدخل الفيديو تاعي عندكم إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. نمشي نخدم معكم بيتزا بريستيج شابة بشكلين، بدون لحوم وبنة روعة روعة، ببنة الجبن المدخن. ان شاء الله جربوها وتكتبوا لي في الكومنتار كي جاتكم، ما تنساو لي الجيم. بسم الله، هنا عندي رطل تاع فرينه، هذيك تاع الكيلو قابسه نقسموها في النص، مغرفه صغيره سكر، مغرفه كبيره خميره العجين، رشه تاع الزعتر. حكيتها بيدي باش تطلق بنه. طبسي تاع ياغورت طبيعي، تنجموا تستغناو على ياغورت طبيعي، ديروا حليب ولا هنا ديروا زيت زيتون، ثلاثه المغارف زيت زيتون ولا زيت المائده. عندي كاس ما دافي نلم به العجينه، درت كامل على ضربه ونلم بيدي. عجينه سهله تلتم باطراف الاصابع، ما تندلك ما والو. عندي مغرفه صغيره ملح، كاس كملته كامل تاع الماء، من بعد نضيف حفنه باش تلتم لي العجينه وتجي عجينه طريه. شوفوا زدت كاس بصح ما كملتوش كامل، درتي حفينه التمت لي. عندي شويه زيت في يدي، ندهن كامل العجينه ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تخمر في بلاصه حاميه. انا عندي حبه بيض، هتشوفوا في الكاسرونه ما كملتش الحبه كامله، خليت شويه باش ندهن الاطراف. البيض هنا في الكاسرونه راني درت عليها مغرفه ونص مايزينا، نجمو ديروا فرينه، نخلطوهم بالفوي مليح. هنا عندي فلفل احمر، درت نص مغرفه فلفل احمر باش يعطينا هذا اللون. هنا نكمل هذا الكاس تاع الحليب كامل، درت قرصة ملح، نجمو ديرو رشة تاع فلفل أسود الآن ولا في الأخير كما تحبو، حطوها على النار. ما تنحوش يديكم على الخليط باش المايزينا ما تلصقش في القاع تاع الكاسرونة. تشوفو تقالت، هنا ضيفت في الأخير فلفل أسود باش تبقى بنتو، شوية الجبن النوع اللي عندكم على حسب الإمكانيات. هنا مغرفة كبيرة تاع الجبن طاري، تنجمو ديرو تاع الحبات زوج حبات ولا، خلطوهم مليح حتى يتنازل جنس يجي كريمة الجبن. هنا العجينة عفوا خمرت النار، تشوفو ضعف الحجم تاعها. جيبو بابي كويسو وتستعينو بشوية فرينة، نقطعو العجينة على زوج، ديرو زوج بيتزات، حلوها بالحلال كيما راكم تشوفو. هنا هذا عندي مرتديلا كاشير، بنت رائعه. هنا هذيك كريمه الجبن اللي خدمناها درتها في كيس بلاستيكي كما تشوفوا غذائي، درتها مع الاطراف. كنت هذه البيتزا خدمتها معكم في بصح خدمتها بالجبن عادي، بس انا درت هذه المره هذه الاضافات كما تشوفوا. ضغطوا عليها على بالي كامل اخواتي يعرفوا يبلعوا الاطراف مليح. نحطها في الصينيه اللي ندخلوها الكوشه باش من بعد ما تجيناش واعره، باش ندخلوها تجي سهله. هنا نحط الصلصه نتاع الطماطم، كنت موجدتها معاكم من قبل. هنا درت ندير دائما الطماطم والبصل يتقلاو في ماهم والملح والفلفل الاسود وسنيف تاع الثوم، بعد ما يطيبوا نرحيهم ببا ميكسر. دائما عندي هذه الصلصه تكون جاهزه كما تشوفوا، قطعت مع الحام مع الاطراف بكل مقروطات كما تشوفوا معايا. تبعوا دائما نجبد ونضغط باش تجينا هذا الشكل هكا، كل مقرطات مع الاطراف، هي الشكل تاعها رائع. نضغطوا عليها باش ما تنحلناش، مع العجينه هي طريه تبلع بسرعه. نتوما الاحسن ديروا لاصوص حتى تكونوا خدمتوا الاطراف. هنا درت شويه جبن، زدت رشه تاع الزعتر تعطيها بنه، وهذا الجبن المدخن قطعوه دوائر عطاها بنه، والله احسن من نديروا اللحوم. بنه تشويه بنه جات مختلفه ما شاء الله. هنا الجبنة الشيدر تاني اللي عنده دير، ما عندهاش اللي كاين ديروه، نجمو ديروها بالمايونيز الاخير وتجي بنينة. هنا هذه مرتديلا قطعتها شرائح رقيقة بزاف، درتها مع الاطراف باش هذاك الوسط نعمروه مليح. اللي ما عندهاش تحمر شوية خضر وتزيد بتما يجو يشهو تاني ما شاء الله. هنا درت الطماطم، الطماطم كامل طيب وتعطيها بالناس شويه جبن،
تزيين رجعلكم ليكم. أنا الجبن المدخن أنا نقطع دوائر رقاق ونزيد نديرو كامل في وسط تاع البيتزا تاعنا. جربوها بها الطريقة ولا غير تعجبكم. أنا الشيدر في الأخير راني نغبيه. أنا عندي هذاك شوية تاع البيض اللي خليته، نضيف عليه شوية قهوة باردة كانت طايبة وبردت، نخلط مليح. ولا تنجمو تضيفو عليه شوية حليب باش يعطينا هذيك اللمعة كي متحمرة مع الأطراف. بالبانسو ندهنوها كامل، فوتو عليها كامل بيتزا في هذوك الأطراف اللي راهم كيما المقروطات. كوشا راها شعلت لها مجهدت لها. هنا ضفت حبيبة زيتون، شوية مايس. هاي وجبة كاملة ما شاء الله، والله غير تشبع، تاكلي مورسو تشبع. رشة تاع الزعتر، الزعتر زاد له بنة رائعة. هنا الشكل الثاني، جبت حللت البيتزا مليح مليح، درت طبسي كبير في الوسط وقطعته كما راكم تشوفوا بالسكين مع الأطراف. بعد نحرك زلافة، نجيب الجبن نحطه مع الأطراف. هذه المرة كترت، نجمو ديرو دورة واحدة ولا زوج، لكن ما تحبون حبيت نكملو كامل. وجبنين كريمة الجبن بدي نديرها على شكل علامة في كما تشوفوا لما هاد الأطراف مبلع. ودايما نخدمو فوق بابي كويسو باش يساعدكم، باش تنجمو ترفدوها تحطوها في الصينية تجيكم سهلة. تشوفوا كي خطا نبدلو في الأشكال، مازال نزيد المرة الجاية إن شاء الله أشكال أخرى إن شاء الله. وتشبع جات كبيرة. دائما نبلعو ونضغطو باش تتبلع لنا مليح، ما تنحلش مع راها طرية تتبلع. هنا لاصوص تاعنا تاع الطماطم نديروها في الوسط، رشة تاع الزعتر كيف كيف، نديرو المرتديلا في الوسط. هذه مرتديلا بنتها خير من القاشير. ضفنا شوية الجبن، هذا بينا نقطعو أنواع الأجبان هما اللي يطبعو البيتزات. هذا الجبن المدخن نحطوه دوائر كامل يدوب على بعضها. أنا إضافة ضفت شوية تاع لاصوص، شوية مايس درا. أنا نربي شوية فرماج شيدر، وهداك البيض مع شوية تاع قهوة ولا حليب. ديرو دهنو الأطراف باش يتحمرو لكم يعطيكم اللون الذهبي. هذا كامل أخواتي يعرفوه، أنا نوري للبنات الصغارات. هنا ضفت رشة تاع زعتر من فوق، وهنا دوائر تاع طماطم. كوشا راها شاعلة مجهدت لها، راك تشوفوها خمرت لي اللولة، راك تشوفو بلا ما كانت نخدم الثانية اللولة خمرت، شعلت لها من التحت كانت مجهدة. من بعد نقصت لها دخلتها، تشوفو كي تحمرت لي من التحت عاود دخلت الأخرى، والأخرى تحمر من الفوق. ميديوش وقت بسرعة، راك تشوفو واجدة معايا. زدت لها رشة تاع الجبن من الفوق، كشرت عليها شوية جبن، خطر اللول كامل داب. جات ما شاء الله شكلا وبنا، شوفوا طرية عجينة سحرية ما شاء الله. والبنة ما نحكي لكمش والله، غير جربوها اللي كاين في الدار، حاجة كاينة ديروها، حاجة ما كاينش استغناو عليها، كل شيء يجيبني يجي تشهي تشهيتكم في الجنة بصحتكم. ولا جربتوها كتبوا لي في الكومنتات، انا نقطع معكم تشوفوا مورسو كي جات. هي غنية بالأجبان، ولادنا هذا ما يحبو. جات رقيقة تشهي، تشوفوها عاد حامية تفور طرية، تشوفو حمرة من التحت ومن الفوق خفيفة. ما نزيدش نمدح لكم، هدرت بزاف. إن شاء الله ما تنساوناش الجيم، ما تنساوناش اشتراكات يدخل جداد مع غرفية حريرة كديرة حريرة من جهة أخرى. طيب ما حبيتش نطول عليكم الفيديو، خاصة في أيام البرد لازم هاد لي سوب. شكرا على التعليقات الرائعة، وشكرا على اللايكات تاعكم، وربي يجازيكم كل خير. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.